مرحبا كابتن. اهلين سعيد وهلين، شو جابك لهون؟ لو كنت ماري من هون قلت بمر بسلم عليك. شبكك سعيد وشبك؟ كانك مزعوج من امبارح؟ لكن امبارح كان في شغله ضروريه عم حلها مع وائل. لكن وائل اهم مني لانه كابتن. لك يا مجنون، كله مشانك. لك اخ الواحد بتعذب مشانكم وانتم ما بتقدروا. مشاني انا كيف؟ لك شو بدك كيف؟ خلاص اتركني، انا مجهز الامور. تكرم عينك. ها يا رب. احلى كابتن، احلى كابتن بالدنيا. يا خير؟ اي اي خير كابتن خير؟ ما بعرف يا سعيد، انشكلت ما؟ شكلي هي شكلي ما بعرف، اليوم ظهري كثير عم يجعني. ايه خلص بلاش شغل، روح على البيت ريح. ما بقدر يا سعيد، ما بقدر، لازم خلص الجبله كلها. لك لعيونك انا بخلص عنك، هات هالكريك لعلك. لك لا لا هات، لك ما بدي تعبك. خلاص ريح حالك انت كابتن، ريح حالك. ايه الله معك. عزبك معي ما هيك لك سعيد؟ لا كابتن لا، ولو الله يعطيك العافية يا رب. الله يعافيك. شو عم يا ابو محمود؟ نفسك خضرة شايفك، بتحب النسوان؟ ليش مين ما بتحب النسوان؟ مين؟ كم مرة متجوز عم يا ابو محمود؟ ليش هذا المغضوب محمود عم يخليني اتجوز؟ ما عم يخليني اتجوز. انا لي رفيق اسمه ابو عدلي صار متجوز 7 مرات، اخر لا مرة يا شي اخذ، والله اخذ اخر مرة اخذ وحدة عمرها 20 سنة وجاب في الدين ولد منها. ايه حاجة بقى، عمره هالعمر وجاب ولا؟ هذا مثل الصياد بزمناته، راح على الغابة بده يصيد، أما أخذ معه بارودة. شو أخذ معه؟ شو أخذ معه؟ شمسية. روح يا رايع الصيد وأخذ شمسية شلون؟ أخذ هالشمسية وراح، عم طلع له نمر، حط هيك بهالشمسية ونزل فيه، طاخ طيخ طاخ طيخ طاخ طيخ. أمات النمر يا عمي أبو محمود. روح بقى يا رب، يكون واحد تاني اللي قوص النمر مو اللي ما وصل. أيوة أنا عم أقول لك، بس أنت ما عم تفهم علي. أيوة عم فهم علي. أيوة عم على الجيل هذا، يعني على أساس أنتوا كنتوا تقوصوا، ما هي لك أنت كنت لو كنت تشوفني وقت كيف أنا كنت أقوص. في حاجة بقى أبو محمود. لك شو حاجة بقى؟ لك روح عمي، روح بطريقك، روح تأخرت على الترامواي، روح. يا حلا حريشك يا محمود، شو هالبلوة؟ وين بدي روح فيه؟ شد همتك، شو مخلصة بتستحي كلمة مور؟ يلا رح لليك، اجت عوام يلا غلي هاي. يسلم لي كل ما بيمره بشتهي أكلة يبرا. لك قالوا يبرا، إن شاء الله بيمدوك أفعال تحت اليبرا. وين يا أبي؟ وين رايحة؟ ليش تلي؟ ليش تلي؟ اطلع يبرا معك صار كتير عم نلطش، عم يعمل بروبا. روح يا حبيبتي، روح يلا مع جواليبك يلا. رحلة عندك كشاط ابيض عنا احلى منه. تفضل يا اختي، في عنا زرار. تفضلوا عنا زرار. تعال لك فوت لجوا، فوت لجوا. اخ يا امي اخ، تعال شوفي هالشوفه لك يا ام النون. شو ابو محمود؟ والله ما استفنحنا اليوم لك يا جدو. يعني بدنا مصاري، بدنا نعيش، بدنا نتسبب، عم تطفش لنا الزباين. شو العالم هاي؟ لك العالم يا فلوس يا ناموس، انت من انو بيناتو؟ شو من انو بيناتو؟ ايه فلوس ولا ناموس؟ ناموس عنا، بقتلو انو انا نايم الناموسات. لك مو هذا الناموس؟ ايه ناموسي هالقد قد ابو ابراهيم. لك مو هذا الناموس عم تحكي عليه؟ انا لك هذا الناموس اللي مت الوجدان، يعني مت الوجدان. ايوه ليش انت في براسك ناموس؟ ايه شو؟ في براسك ناموس؟ لك انا براسي ناموس، تفهم شو؟ انت بس قل لي فلوس ولا ناموس؟ شوف اذا كان بتحب الفلوس يعني انت واحد ما عندك ناموس. عندي فانوس انا. فانوس عم تمسخر علي؟ انت ما عندك ناموس، ما عندك ناموس. نهار النهار يا شباب، نهار النهار يا ابو الملوم. معاك ايه معاك.
طلع على العضلات على العضلات. لك وليد انت والله راح تقيني يعني يا بكره ربي وبر شلون هيك انت بالله ما عم تأقلي. ليش ما عم تأقلي؟ والله يا معلم ما بعرف بخجل انا يعني حتى اذا بدي احكي مع بنت والله بفوت 6000 حين. لك ما بدك خجل. طيب انا عندي اقتراح. اقترح معلم. اعتبرني بنت حلوه. مستحيل معلم. ليش فاولا؟ استغفر الله العظيم يعني معلم لانك سيد رجال. ايوه انا فهمت عليك. لا حول ولا قوه الا بالله. شلون بدي افهم ولا قديش هذا؟ لقيته لقيته لقيته. استناني ولا الله يمضي هالنار على خير.